بوتو عسلامة ومرحبا بيك معك تريزي جول في فيديو جديد من المونديال توا ليكيب ناسيونال رناوها اربع اونترينرات والبركه مازالت والخير مازال من نبيل معروض عدينا فوزي بنزرتي ومن بنزرتي تعدينا الكنزاري ومن الكنزاري توا مع لانجيريس لكن شكون هذا لانجيريس فما عباد تعرف فما عباد متعرفوش احنا مانيش نبدو نحكي عليك كاونترينور ساعه نحكي عليك كجوار وذاك علاش طب شخص قبل بورتي روبو نتاع الملاعب هذا والانترنير هذا ألان جيريس انترنير حاليا عمره 66 سنة قبل ما يكون انترنير كان جوار كبير وعنده تاريخ كبير في فرنسا تولد في فرنسا بدا الكرة في بوردو وتكون في بوردو لين طلع ليكيب سينيور وغادي أبدا وعمل كل شيء وعام 82 جاء ثاني في بالون دور عملت هزة باولو روسي جوار تاع اليوفي قبل وقتها في جيل بلاتيني وسامي كبار بابان ليستا كبيرة نتاع أسامي في فرنسا وحتى في العالم عام 84 هز لورو مع فرنسا مع بلاتيني الهدف التاريخي لحد الآن مع بوردو ب 181 بونت جوار عنده تاريخ كبير بعد ما عدى 16 سنين مع الكيب برو بتاع بوردو يخرج من بوردو يمشي لمارسي وقت عادي غادي اخر عام ليه في الكارير نتاعو يعتزل الكرة في مارسي عام 88 عام 89 يولي ديريكتور سبورتيف في بوردو بعد ما قدم استقالته ديريكتور سبورتيف القديم تاع بوردو خذاه هو بلاصتو حكم الجمعية وعطى بارشا للجمعية يكمل غادي حتى السيزون 95-94 يخرج من بوردو يمشي لتولوس مش الديريكتور سبورتيف في تولوس لين في 95 يبدأ أول تجربة ليه كونترينور عملتها تولوس كور في الديفزيون 2 عام 92 يخرج من تولوس يمشي لبي اس جي يهز معاه تروفي دي شامبيون كأس الأبطال بالعربي ميطول سيسر بي جي عادي عوايم غادي يخرج من بي جي عاود يرجع تولوز مرة أخرى وعملت عمل اكسبلوات طلع بتولوز للديفزيون 1 لين عام 2001 يخوض أول تجربة ليه في الأفريق وقتها كانت مع جمعية من المروك كان الجيش الملكي هز معاه وقتها كأس الملك عام 2003 أبارتير من 2004 دخل نيفو آخر واللي هي ولا يراني كيبات ناسيونو بدأ من جورجيا تعادى الجابون من الجابون مشى المالي مالي إيران السنغال بيجيل طاير ساديو ماني كيتا بالدي أسامي كبار في الأفريق بعد ما روخي يرجع المالي وتوا حاليا إيراني في الكلمة السيونال تاع تونس كتيت رويت كم لاعب بيهز برشا حاجات جاء ثاني بالون دور هز لورو عام 84 هز شامبيون تاع فرنسا هز كوب فرنسا هز برشا تيت رويت لكن كأنترينور تكون العكس جملة واحدة ماهوش أول ملاعب ينجح كجوار ومنجح كأنترينور نكون واضحين مارادونا نجح كنشوفو كجوار وما نجحش كأنترينور برشا اسامي زاد نجحوا كجوارات لكن كاونترينرات ما نجحوش جمله على غرار ألان جيريس حسب ما نشوف كاونترينر ما نجحش ياسر هز عام 98 تروفي دي شامبيون وهز عام 2003 كاس الملك وكان 2012 جاد تروزيام بلاس عمل هذاك اش عمل بالضبط من عام 95 لتوا كاونترينر هذاك بالضبط اش عمل هذاك هما تيتروات اللي هز كفورماسيون ألان جيريس معروف بفورماسيون ذي 4-2-3-1 فورماسيون ماش غريبة ياسر خاطر كيما سونا لعبت بها قبل مع الجنزاري وحتى مع معلول وحتى مع بنزرتي توا صحيح هذا هو بورتري روبو وابرز معمل التشكيله اللي لعب بها كل شيء توا الرسمي توا رايي انا في الحكايه ذي كل شنو هي رايي كي حطوا ألان جيريس اونترينر تاع الكيم ناسيونال اللي حاجتكم بيه هو هذا انا ايش نحكي لكم بالضبط ألان جيريس اونترينر ومن مشى خلى راهو انتقادات كبيره اخر اخر واخر اخر واحده اللي كانت مع مالي عمناوي اللي وقت قدم استقالته تعرف علاش قدم استقالته ما مسته بليش لك ليها كونتر المروك وقتها وصلته تهديدات بالقتل من الجمهور تاع مالي كليت بعضها في مالي وقامت القيامه وتقلبت الدنيا عليه راه سته بليش تصفيات مونديال راه ما شوي سته بليش لا واحد لا اثنين ثلاثه سته ابار هذاك حتى مع السنغال كان عنده جيل يدوخ عندك خيادو كليبالي التالي وعندك اسامي كبار كيتا بالدي راهو بجيل هذاك على الاقل تهز بيه كان عملتها ماهزش بيه كان صحيح عنده خبره في الافريق وعنده كارير كبير في الافريق وكل صحيح عنده خبره كبيره في الافريق لكن انا حسب ما نشوف في البريود الصعيبه تاع الكيناسيون الذي ماهوش باش يفيد ياسر ماهوش باش ينجح معنا ياسر ما نسبقوا الخير الساعه نقول ان شاء الله ربي معاه لكن ماهوش باش يفيدنا ياسر باش نكونوا واضحين اونترينور تكتيك مو يلعب ديفونسيف ياسر ولي تونس ما تنجمش تلعب هكاك ما عندناش جوارات عندهم فيزيك يدوخ راه احنا اللي ضرنا انه نقبل بونتويت في الاخر هذاك من الحاجات اللي ضرونا
انك تقبل بونتو في الدرج الاخر مع معلول صارت هكاك اخر درج نقبل بونتو ولا زوز جوارتنا عندناش فيزيك يطير كيما تلين ولا اللي هو باش الديفون دي طرح كامل جات كاتاك ماركه وما هنش تكون حط الكره في الشبك هذاك اللي ناقصنا من ناحيه ما عندكش جوار عنده فيزيك يدوخ ومن ناحيه اخرى ما عندكش تكون حط الكره في الشبك انت باللوجيك باللوجيك خممني اسكو تشوف لونترينر هذايا في الفتره هذه الخايبه تاع الكيب ناسيونال فتره خايبه ياسر خاطر عندنا مديده ما خسرناش زوز طراح ورا بعضهم ابار من المونديال بالطبيعه ما نحكيك في الافريك خسرنا طراح مصر وطراح المغرب زوز طراح سهلين راهم في الجيب طراح هذوك راهو تربح عينيك مغمضه ما تعمل شيخ خاصه طراح مصر راهو تعبه ياسر مصر وخسرنا معاه 3-2 اكتب لي في الكومنتير اسكو انت زاده تشوف لونترينر هذايا ماهوش باش يفيد ياسر الكيب ناسيونال انا بوتو تو ما عليك كان نقول لك في الامان ونشوفك في فيديو اخر بسلام Pas la peur, on connaît pas le danger. C'est pas le premier œuf qu'on enterre. J'aurais jamais peur de l'être humain.